نسخت معايا في حاجه اسمها الجلوبال نافيجيشن. الجلوبال ايه؟ نافيجيشن. بص معايا دي، عندي صفحه مثلا، صفحه مثلا وليكن اسمها البي بي ار بيج. البي بي ار بيج دي انا عايز جميع الصفحات تروح لها. واحد يقول لي خلاص ممكن نسحب من هنا لهنا ونعمل مثلا اي حاجه، ونسحب من هنا لهنا وهنا نكتب اي حاجه. يا نهار ابيض، لو افرض عندي مثلا 100 صفحه في الابلكيشن عايزهم يروحوا للهوم بيج، طبعا هيبقى الرسمه متعقده قوي. فبروح اعمل ايه؟ بص كده معايا، بص معايا ديليت. عندنا هنا حاجه اسمها وايلد كارد اهي. اي صفحه متصله بيها اهو من النجمة اللي عليها اهو بي بي بي، اي حاجه اي حاجه او هوم اهي، سميها هوم. اي صفحه متصله بالنجمة دي اقدر اوصلها من اي مكان. بمعنى ممكن اروح على التول بار بيج ماشي، واروح هنا اهو على المنيو ماشي، اروح على السورس على طول اسهل كده اهو، وصلنا خلاص ماشي كده. اروح مثلا على المنيو بتاعه الاتش ار اهي اهي، في البيرول ممكن اقول له ايه؟ ما تروحش لدي، امال روح للهوم اهي. وممكن اروح في الصفحه الثانيه، يبقى الهوم ده اهو في اي مكان، الهوم ده هو هيشوفه في كل الصفحات. فدي بيقولوا عليها جلوبال نافيجيشن. جلوبال نافيجيشن. معايا شباب. طيب تعالى بقى نعمل ايه بقى، نرجع تاني بقى ايه لموضوع الايه الفيوز والحاجات دي. بص معايا، واحد بيقول لي ايه بقى، برضو تنظيم الادوات يا باشمهندس شيء مهم. يعني ايه يعني يا باشمهندس؟ انا مش عاجبني التول بار، يعني مش عاجبني الدنيا كده، انا عايز اسيب مسافه ما بين العناصر، عايز احط العناصر تحت بعض جنب بعض. الكلام ده كله يا باشمهندس انا عايز اتحكم فيه. اللي بيدي لك الامكانيه دي، ركز معايا بقى، اللي بيدي لك الامكانيه دي، ركز معايا في الشرح ده ماشي. انا عندي صفحه اهي ماشي، انا عايز اقسمها من النص، احط هنا كومبوننت وهنا حاجات مثلا. طيب الجزء ده عايز اقسمه بطريقه معينه، الجزء ده مثلا عايز احط العناصر جنب بعض، عايز احط العناصر تحت بعض، وهكذا. وصلت الفكره يا شباب؟ حاجه زي دي بنعملها ازاي؟ بص كده معايا، بص كده معايا يا فندم، هروح هنا اهو، بص اعمل دي كده اهو، واعمل دي كده اهو، شايف كده اهي ماشي اهي. طيب عندنا بقى ايه يعني، طبعا الكومبوننت كتير ماشي والعمل كتير، فانت بقى ذاكر كويس. طيب هروح نعمل صفحه جديده اهو، ادي الابلكيشن اهو. طيب هروح اعمل ايه، صفحه جديده، كليك يمين، نيو بيج، اسمها ايه يا فندم؟ اسمها لي اوت بيج ايه ها، بيج كويس. محتاج بين؟ لا ماشي. وصفحه فاضيه؟ كويس. حاطط صفحه فاضيه، عايز اقسمها بالنص. عشان تقسمها بالنص ركز بقى معايا، عندنا كومبوننت اسمه ايه؟ سبليتر. هتقولي وانا احفظ؟ يعني بالتعود وبالشغل هتحفظ. هروح احط على الفورم كده، عمل لك ايه؟ قسم لك الصفحه نصين. ازاي؟ كليك يمين رن، ما ظهرش. ليه؟ لان يا فندم انت ما حطيتش حاجه عليه، تعالى بقى نشوف البدل سبليتر او اي كومبوننت لاي اوت. اي كومبوننت، الكومبوننت بتاعت اللاي اوت هتلاقيها هنا، ادي اللاي اوت اهي، ادي اللي اوت ماشي كده، هتلاقي البدل سبليتر موجود هنا ماشي. طيب اي كومبوننت لاي اوت بيبقى له حاجه اسمها فيست. يعني ايه فيست؟ مكان اقدر احط عليه الكومبوننت بتاعتي. فانا مثلا ممكن اهو بدل سبليتر اهو، ممكن مثلا احط هنا بطن، ممكن احط هنا بطن، وممكن احط هنا بطن. بص ايه اللي هيحصل يا فندم، لما اجي هنا اهو واعمل ريفريش، بص بص بقى اهو، ادي البطن وادي البطن الثاني. هقول لي هو كبير ليه كده؟ هقول لك شايف اهو، قسم لك الصفحه نصين، ممكن كده وممكن كده، شايف الدنيا ماشيه ازاي معايا شباب؟ طيب يبقى في فيست يمين وفي فيست شمال، كويس. طيب وبعدين الفيست، الحاجه دي الفيست مكان اقدر احط عليه الكومبوننت، مكان اقدر احط عليه الكومبوننت.
طيب القاعدة بتقول ايه؟ ان انا ما اقدرش احط الا كومبوننت واحد على الفيست الواحد. يا خبر ابيض، ما دي مشكلة. لو انا حطيت كومبوننت اهو تاني هيطلع لي ايرور اهو، شايف ايرور اهو، ايرور. طب اعمل ايه؟ عندنا حاجة اسمها ايه بقى؟ طبعا انت يعني كل كومبوننت له استخدام، يبقى البلد سبريتر بيقسم الصفحة نصين. ماشي كده؟ طيب اعمل ايه دلوقتي؟ عندنا كومبوننت اسمه بلد جروب لاي اوت، جروب لاي اوت اهو، احطه واحط ده وده عليه اهم واعمل سيف. شوف هيعمل ايه. يبقى كده الفيست عليها كام كومبوننت؟ واحده، والواحد شايل اثنين، مفيش مشكله. ليه؟ ده مش فيست. واجي هنا اهو، اهو بص ايه اللي هيحصل اهو، حطهم لك اهم جنب بعض. طب انا عايزهم تحت بعض. ايوه، يبقى البلد جروب ليه اوت بيجمع مجموعه من العناصر، واقدر كمان من خصائصه، فين الخصائص اهي، واقدر كمان من الخصائص من اهو. ماشي يا شباب اهي، اسمها ايه؟ اسمها اهو خصائص اللي او تخليها إيه؟ فيرتيكال اهو تحت بعض، واعمل ريفرش يجيب لك العناصر تحت بعض. يبقى عايز اجيب العناصر اهي جنب بعض تحت بعض كلام من، عايز اسيب منهم مسافه. عندنا حاجه اسمها سبيزر، سبيزر اهو، سبيزر اهو، احط السبيزر بينهم اهو. عايز مسافة أفقية ولا رأسية؟ أقول له الارتفاع مثلا أيوه 10، لا خليهولي مثلا 15 أهو. ممكن من خصائصه أهي، أعمل إيه؟ أهو أهو، شايف؟ ساب مسافة أهو. طيب بص بقى إيه؟ أدي السبيزر أهو هشيله، هعمله أنا بإيدي إزاي؟ بص هعمل إيه؟ اسمه إيه؟ أهو إيه؟ إف نقطتين سبيزر، سبيزر أهو. الويدز او الهايت بتاعه ايوه ها كام؟ 15. واقوم عامل كده واقوم عامل سلاش واقفل، وصلت الفكره؟ اهو تاج واتقفل اهو بسلاش اهو. كتبت بايدي؟ ايوه انا ممكن اكتب بايدي، ايوه ايه المشكله؟ ماشي كده، واعمل ايه؟ واعمل كده اهو 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 زي الفل، وصلت الفكره. خدنا السبيسر والبانل. طب انا عايز ارسم الصفحه بس بالعرض، البانل ده اهو، البانل البانل سبريتر، الحاجة اسمها اورينتيشن اهو، اخليه ايه؟ فيرتيكال. واقوم عامل كده اهو، واقوم عامل كده اهو، واقوم عامل سيف اهو اهو. اتقسم ولا لا؟ اتقسم. ارجعه ثاني زي ما كان، ارجعه اهو اهو، وهكذا بقى. طيب اهو رجع ماشي. طب الجزء ده انا مش عايز احط عليه بطن، خلاص شيله اهو. امال هتعمل ايه؟ عايز اقسمه هو كمان، يبقى هحط بدل سبليتر، سبليتر اهو، حطه على مين؟ على هنا اهي، وقوم جاي هنا اهو، ونخلي الاورينتيشن بتاعه بالعرض او افقيا اهو. شايف الدنيا ماشيه ازاي؟ كده اهو كده اهو كده اهو، شايف؟ طب ما فيش حاجه عليه، احط حاجه عليه. هحط ايه مثلا؟ عندنا حاجه اسمها بانل فورم لاي اوت، فورم لاي اوت اهو، بيعمل ايه؟ هقول لك اهو اهو. طبعا ده غلط، ايوه اقوم جايب البانل فورم حاططها على الاول اهو، والتاني احط عليه بانل بوكس. البوكس ده هنستخدمه كتير، بانل بوكس، بانل بوكس اهو. طب ايه الفرق؟ يبقى في حاجه اسمها بانل فورم لاي اوت وبانل بوكس لاي اوت، هحفظ ايوه هتعرفهم. ماشي كده اهو، ادي البانل بوكس، شايف؟ لا مش شايف. تعالى كده ايه، نحط شوية ايه هنا بطن على البانل بوكس، وشوية تكست مع بعض كده عشان يبان معاك. انبوت تكست اهو، شوية حاجات كده مع بعضيها اهو، واعمل سيف اهو. حطهم ايوه، بص بص شايف؟ انيميشن يخفيها ويظهرها. طب والعنوان بتاع البانل بوكس عايز اكتب عليه مثلا إيه 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 اسم الموظف، يبقى في الخصائص هنا اهو، او مثلا employee information اهو في التايتل بتاع البلد بوكس اهو اهو employee information، شايف اهو. طب البلد الفورم، بص كده معايا، هتحس ان الانبوت تكست دي يعني مش حلوه برضه. انا عايز اتنين تحت بعض واتنين جنبهم، واحد يقول لي بقى حط بقى بلل جروب، الموضوع هيبقى صعب.
طب نعمل ايه؟ بص البانل فورم تعمل لك الموضوع ده. طب يبقى البانل بوكس يدي لك انيميشن وكلام من ده. البانل فورم ايوه، بص لازمته ايه بقى؟ احط شويه انبوت تكست عليه اهو، عمال اضغط اهو. كام واحد دول؟ اتنين او اربعه. اعمل سيف، قول لي كده اهو، اقول لي كده اهو، اهو اهو حط لهم، شايف فوق اهم. طب انا عايزهم يعني ايه؟ اتنين تحت بعض وكده، يعني عايزهم كام صف؟ صفين وعمودين. بص بقى البانل فورم اقول له ايه؟ اقول له عندي الروز قد ايه؟ اقول له عدد الصفوف اثنين. شوف يقسم لك الاعمده، اي يقسم لك الكومبوننت على كام صف؟ صفين. ده انا ممكن كمان اقول له الليبلز، الليبلز الليبلز الليبل الاينمنت فين؟ فوق. طب بص هنا الليبل جنب ايه؟ جنب العنصر. ممكن هنا اهو اقول له ادفع اهي، شايف؟ طبعا كل حاجه من دي ليها استخدام. طيب شايف كل الكومبوننت دي؟ طب كويس. ممكن انا اعمل ايه؟ ممكن اشيل دي ودول كلهم واحط البانل فورم على البانل بوكس عادي، ايه المشكله يعني؟ طبعا انا ممكن احط اي حاجه على اي حاجه اهو، شايف؟ ادي ايه؟ شايف؟ شايف الدنيا ماشيه ازاي؟ وصلت الفكره؟ طيب بالنسبه بقى لمين؟ للفيرست ده، في حاجه اسمها بانل تاب. عارفين التابات؟ تاب اهو، تاب. نعمل كده سيف، اقول له كده اهو اهو اهو، شايف المساحه الواحده زي دي كده؟ شايف دي؟ شايف دي تابات اهي، تابه وتابه وتابه. التابه الواحده بيقولوا عليها شو ديتيل ايتم. التابه الواحده يبقى البانل تاب بيشيل تحت منه حاجه اسمها شو ديتيل ايتم. طب انا عايز احط واحده كمان اهو، ديتيل ايتم، ديتيل ايتم، شو ديتيل ايتم اهي. احط واحده كمان اهي، احط مثلا عنوان الاولانيه بيانات الادارات اهو، ديبارتمنتس انفورميشن انفو. طيب والتابه الثانيه اي حاجه بقى، ها نقول له مثلا سكشن انفو بيانات القطاعات وهكذا اهو. شايف ايه اللي هيحصل؟ شو ديتيل ايتم اهي، ادي الاولانيه والثانيه والثالثه، شايف اهو. ممكن الشو ديتيل ايتم ده اهي او البانل تاب يبقى له ايه؟ يبقى له البوزيشن. التابات تبقى فين؟ فوق ولا تحت ولا الاثنين؟ اهم اثنين اهم، شايف هي فوق اهي، لكن كده شايف اثنين. تيجي هنا اهي تضغط هنا يفتح لك دي، شايف؟ ويخليها على اليمين على الشمال، يبقى اعمل اللي انت عايزه. طيب كويس قوي. عايزين ايه كمان؟ نحط هنا اي حاجه بقى عادي، حط عليها بانل بوكس، حط عليها اللي انت عايزه. وصلت الفكره؟ طيب البانل بوكس ال كمان كمان. بص كده معايا في كومبو، شايف الجزء ده وحش؟ تعالى كده نشيله اهو، بتاع البانل جروب ده، ادي البانل جروب شيله. شوف لما تشال دي الشال اللي عليه. في حاجه اسمها بانل اكورديون، بانل اكورديون هتلاقيه في الاول ده، بانل اكورديون اهو، بانل اكورديون اسحبه برضو. لو انت لو سحبته، لا مش ده يا اخي، مش ده بانل اكورديون اهو، بانل اكورديون اهو. لو جيت حطيته هتلاقي برضو تحت منه شو ديتيل ايتم زي مين؟ زي البانل تاب. بس ده ظريف بقى ازاي؟ شو ديتيل ايتم اهو، شو ديتيل ايتم اهو. حط واحد كمان، حط واحد كمان، شو ديتيل ايتم، شو ديتيل ايتم اهو عندك. وحطي على دي، حط على دي شويه باتونز عشان يظهر اهو، اقف على دي كده اهو، وحط باتون، وحط باتون كمان، وحط على دي شويه انبوت، شويه انبوت تكست اهو اهو اهو، وحط على دي شوية لينكات، لينكس. فين اللينك؟ أين اللينك؟ لينك 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 اهو، ادي واحد اثنين ثلاثة وهكذا بقى. سيف، اعمل ايه؟ اعمل كده اهو، كده اهو. شايف ده؟ شو ديتيل ايتم.
ماشي شايف ده تاني اهو، شايف لما تضغط هو يطلع فوق اهو، هو اهو شايف ده اهو زي ده كده، زي دول شايف عمال تضغط شايف زي ده كده. طيب بص دي اللينكات دي شكلها وحش، بص هعمل ايه، عندنا هنا حاجه اسمها ايه، ليست، ليست اهو، ليست فيو حطها ماشي كده، حط عليها دول 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 اهو وقول له سيف. لا مش دي كان اسمها ايه اهي، ايوه ليست بانل اسف اهي، وحط دي ودي ودي اهي، حطها كده وقول له سيف، قول له ريفريش. شايف اتعملوا ازاي، شايف شايف وصلت الفكرة، كل دي أشكال ظريفة ممكن أنت تستخدمها. ماشي يا شباب. طيب عندنا بقى إيه آخر جزئية، موضوع التمبلت، موضوع الإيه ده التمبلت، ركز معايا كده، بص معايا كده، وأنا بعمل الصفحة كليك يمين نيو بيج، وهقول له مثلا تيست تمبلت، تيست تمبلت كويس، بقول له ايه، بقول له ايه، بقول له ايه، اعمل لي صفحه فاضيه، اعمل لي صفحه ايه فاضيه، او اعمل لي تمبلت، يعني حط لي عليها تمبلت. ايه موضوع التمبلت ده؟ بص معايا، انا هعمل صفحه ايه، الصفحه دي هقسمها فوق وتحت زي الفيسبوك كده، الفيسبوك مثلا في الصفحه اللي فوق بيحط اللوجو، وفي هنا الهيدرز تحت انتاج مش عارف شركه ايه، وجوه هنا هو اللي بيحط لك بيانات الشركه والكلام ده، اه فيسبوك اه. معايا اه، شايف الصفحه، تحس انها متقسمه تقسيمه كويسه يعني. معايا اهو، شايف اهو، جزء فوق وجزء في النص وجزء تحت. معايا؟ طيب عايز اقسم التقسيمه دي على السريع، ايوه ممكن اعملها كده اهو، اهي لما تيجي هنا السهم ده معناه ان ممكن اليوزر ايه يخفل، يعني يعني يعمل ايه، يطلعها فوق او ينزلها لتحت، ممكن اختار دي كده ماشي كده، واقول له اوكي اوكي وهكذا. معايا اهو، عمل لك هنا الصفحه الاستراكشر بتاعها اهو، شايف اهي الجزء اللي فوق اهو، والجزء الثاني الفيرست والسكند اللي فوق واللي تحت، هو بقى ايه حط بدل السبليتر وظبط نفسه. طيب فوق مثلا حط اللي انت عايزه، وتحت حط اللي انا عايزه وهكذا اهو، وحط مثلا في الجزء ده، مثلا الجزء ده احط فيه جدول اهو، تيبل 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 اي دي اف اهو اهو. طيب والجزء اللي تحت مثلا هحط اي حاجه، او بالتكست اكتب عليها القداح اهو، احط عليه مثلا بانل جروب، بانل جروب جروب لاي اوت اهو، واحط عليه الاوتبوت تكست عشان اقدر اخلي اجيب الاوتبوت تكست في النص اهو، اوتبوت تكست في النص، اوتبوت تكست في النص اهو، ادي الاوتبوت تكست اهو. لو عملت سيف وقمت عامل ران معايا، شايف الدنيا ماشيه ازاي اهي، شايف الصفحه اتقسمت اهي، السهم ده كان معناته ايه، شايف يقدر يعمل كده اهي، والجدول في النص، وتحت عايز اجيب الاوتبوت تكست ده في النص، ممكن اروح على البانل جروب، ايوه هو اللي بيتحكم اجيبها فين، اخليه هوريزونتال، وهنا في الميدل، والالاين في السنتر اهو، قوم رايح عامل كده اهو كده اهو كده اهو، جت في النص اهي، وصلت الفكره اهي. طيب الشكل ده عاجبني وعايز اطبقه على كل الصفحات، شكل عاجبك وعايز تطبقه على كل الايه الصفحات، نعمل ايه، اروح اعمل صفحه تانية واعمل نفس الشكل صح كده، ولو انا عايز اغير اللوجو اروح اغيره في كل الصفحات، لا يا عم لا يا عم، انا عايز اعمل صفحه واحده وبقيه الصفحات تبقى زيها، دي بيقولوا عليها تمبلت، اعملها ازاي، بص معايا اهو، كليك يمين نيو فروم جاليري بي جي اس اف جي اس اف جي اس اف بيج تمبلت، راحت فين اهي، لا اهي بيج تمبلت اي دي اف بيج ايه
تمبلت. يقول لك اسمها ايه؟ اسميها، بص معايا، اسميها ايه؟ نسميها اي حاجة، نسميها ماي تمبلت عادي جدا اهي، ماشي كده. ونخليها جي اس بي اكس عادي مش مشكلة، واقول له نيكست. هل هي بتاخد شكل معين؟ ممكن اخليها كده اهو على السريع عادي، ايه المشكلة؟ اهي تاخد الشكل ده كويس، وبعد كده اقول له نيكست. طيب ايه بقى الموضوع الفيس ديفينيشن؟ بص معايا، الشكل ده هيبقى ثابت على كل الصفحات، والشكل ده هيبقى ثابت على كل الصفحات، لكن الشكل ده في الصفحة دي هعمله تيبل، في الصفحة التانية هعمله بانل فورم، يبقى الجزء ده دايناميك. فالجزء الدايناميك اروح اقول له ايه هنا؟ سنتر، هسميه سنتر، واقول له نيكست، واقول له فينش. كده عمل ايه؟ كده عمل تمبلت كويس اهي اهي. طيب انا عايز اخلي الجزء ده دايناميك، اعمل ايه؟ شوف الخطوات، هي خطوات ايه بقى؟ كان اسمها ايه؟ ريف، ريف اهي. فيس ديفينيشن اهو، احطه على الفيرست اللي هو الجزء اللي في النص ده. يقول لي اسمها ايه؟ اقول له اسمها سنتر، واقول له اوكي. بس فوق ممكن احط اي حاجه، ممكن احط مثلا بانل ايه لاي اوت، بانل جروب، جروب لاي اوت اهو، بانل جروب لاي اوت، واحط عليه مثلا بطن اهو، او اكتب لوجو، او احط الصوره بتاعه الشركه، اي حاجه. وتحت هنا اهو مثلا اكتب ايه؟ الباح، ماشي. بس طبعا الصفحه دي ايوه ما يتعمل لهاش رن، امال اروح بقى كليك يمين اعمل لي صفحه جديده هسميها تيست ماي تمبلت، ماشي كده. ايوه شايف، اقول له ايه بقى؟ هيعمل لي تمبلت اهي، اختار ايه؟ ماي تمبلت اهي، ظهرت. شايف اعلم على ايه؟ تمبلت، لان بقول له الصفحه دي ركب عليها تمبلت بتاعتي اهي، اعلم عليها واقول له اوكي. محتاج تعمل بيم؟ لا مش محتاج، اقول له اوكي واشتغل. بيقول لي ايه؟ بيقول لي اسمها غلط اهو اهو، حاضر اوكي، وصلت الفكره؟ شايف اهي دي الصفحه، الجزء اللي فوق ما تقدرش تغير فيه، الجزء اللي تحت ما تقدرش تغير فيه. امال اغير فيه فين؟ في التست هنا، اي تغير هنا يسمع هنا. طب اللي في السنتر، اللي في السنتر ده اعمل فيه اللي انا عايزه، ممكن اقسمه نصين سبليتر اهو، تقسمه نصين عادي جدا اهو، واحط فيه هنا ادي الاستراكشر بتاعك، واحط هنا فيه اي حاجه، احط هنا بقى ايه على حسب ده، احط هنا في جدول، واحط هنا مش عارف ايه وكلام من اهو، واعمل ران اهي، ماشي. ماشي شايف ظهرت اهي، ده وده تمبلت، لكن الجزء ده دايناميك. ممكن في صفحه ثانيه ايوه ما احطش زراير، احط اي حاجه ثانيه. فده معنى كلمه الايه؟ الدايناميك. التمبلت حاجه بتتعمل مره واحده، لو انا غيرتها اتغير في كل الصفحات. معايا يا شباب؟ طيب انا عايز منكم بقى تعملوا لي، عارفين مش الفيسبوك اهو، ماشي، فتحنا احنا فيسبوك، انا عايزك تعمل لي زي الشكل ده اهو اهو، شايف ده اهي؟ انا عايز ايه؟ زرار واثنين انبوت تيكس بهذا الشكل، ماشي، ولينكات، ماشي، وهنا ايه؟ فيسبوك، ماشي، وسيب مسافه سبيزر اهي، وهنا في سبيزر، ودي مقسومه نصين اهي، شايف؟ تحط لي هنا اثنين انبوت تيكس جنب بعض، وتحت منهم كده. سيبك من ده، سيبك من الجزء ده، مش عايزه، ده من الجزء ده مش عايزه، ماشي كده. حط لي ايه؟ شويه لينكات هنا، لا ده ايه؟ اوبوت تكست جنب بعض، وتحت هنا هو مش عايز انا الكلام ده، تقول لي كده عنوان الشركه ابراهيم القداح مثلا، او اكتب اسمك. وصلت الفكره؟ وصلت الفكره؟ دي تاسك تعملوها لي. يلا سلام عليكم.